يقوى الحرية كم من الجرائم ترتكب باسمه. إن الحق من دون ضوابط تجني، والحرية من دون ضوابط فوضى، والانسياق الأعمى خلف الأفكار الجديدة من دون وعي وحكمة تهوى، فلا تتزمروا من الضوابط التي وضعها القانون. بسبب الثورة التكنولوجية اللي نشأت حجم الحرية زاد، وكل ما تزيد فسحة الحرية تنقص فسحة القانون. زادت فسحة الحرية بشكل كبير بحيث أنها لامست الفوضى. أما اليوم في ظل التقنيات الحديثة والمعاصرة وانفلات الأثير أمام وسائل التواصل والتعبير التي لا حد لتأثيرها، فلم تعد الثقافة من حصة الخاصة، بل صار مجالها مفتوحا أمام العامة كافة. وهنا مكمن الخوف من أن تستشري الفوضى كما يحدث عندنا في ميادين كثيرة. كما يقتضي التمييز بين وضع الضوابط المحقة وبين القمع وعدم اللعب على أفكار الناس.